280 منزلا ضمن المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم. هنا في عدن دشن البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بالتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية اتفاقية البدء بتنفيذ المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل وترميم أكثر من 280 منزل. عن اليوم ندشن المرحلة الثانية من المسكن الملائم الذي يتم تمويله من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية بالشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. أكثر من 600 منزل في دائرة إعادة التأهيل والترميم ضمن مشروع المسكن الملائم، أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن. طبعا هذا المشروع ضمن مشروع المسكن الملائم اللي اجمالي المساكن اللي تم اعاده اللي حيتم انتهاء من تاهيلها ان شاء الله 600 مسكن من الاسر الاكثر ضعفا والمساكن تضررت من الحرب. هذه المنازل في عدن اعيد ترميمها في وقت سابق مما سمح للاهالي بالعوده اليها وممارسه حياتهم الطبيعيه بعد سنوات من النزوح. لقناة الإخبارية عبد الفتاح غلاب عدن.